الخبر الأولي عدنا عن أسو عيد ميلادها. فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد أسو، فكل عام أنتم بخير، عقبال مليون سنة يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها. والمعلومة بس يا حبايب إن أسو حاليا صار عمرها 22 سنة لعمر كله يا رب. وننتقل حاليا لنارين بيوتي وشنو صار وياها. فيلم يعرف يا حبايب لنارين بيوتي جدها مات وهي نزلت هذا الستوري، كانت تتكلم عن وفاته وكانت تطلب المتابعين يرحموا له. فجأة اختفت يا حبايب يومين بعد نزلت شوية ستوريات قالت تشرح بها ليش هي كانت غايبة. قاعد تقول بها يا حبايب انه هي حاليا راح تسافر وترجع لدبي. صار تقول اشياء سيئة صارت وياها شوية يا حبايب. طبعا الله يرحم جدها يا حبايب ويقول الحمد لله حاليا كل شيء صار بخير. راح احط لكم الستوريات. كون اول شيء واهم شيء بدي اقول شكرا 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 لكل حدا بعت لنا مسج وعزاني إن كان إلي أو لأهلي على وفاة جدي. إن شاء الله الله بيرحمه. وما بتتخيلوا قديه هالكم يوم كانوا كتير صعب، خاصة إنه أخواتي بالسويد، ماما بدبي، أنا أجيت على تركيا، حاولت أرجع على دبي، حجزت تيكت، طلعت ما عاملة فحص كورونا، رجعت حجزت، راحت علي الطيارة، نمت بالمطار يوم. هلأ أنا راجعة على دبي لعن ماما، بس حبيت طمنكن علي وطمنكن عن أهلي، كلتنا تمام. وإن شاء الله يا رب للناس اللي هون بتركيا وما شفتهم بدي أقول آسف كتير كتير كتير. إن شاء الله في سفرات جاي حنعمل إشي كتير حلوة، وعم حاول أنشر لكم فيديو على اليوتيوب. So بالإضافة يا حبايب هي نزلت هذا التيك توك اللي كان ويا نور مار اللي كان يشرحون بيه السفرة من دبي إلى تركيا. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لياسا وريدر. ويا حبايب بعد ما كانوا هم ويا بعض حاليا لفت بهم الدنيا، من الواضح انه قرروا انه يتقابلون ويا يابانيين وكوريين. فبالنسبة لريدر يا حبايب نزل شوية ستوريات كان ويا بنية، وهذه بنية من الواضح يا حبايب انه هي كورية ويابانية ما ادري، كان يشبهها بليسا يا حبايب. راح اعطيكم الستوريات الضحك شوفوها. هلا طبعا اليوم مثل ما وعدتكم هواية ستوريات وحاليا دقيقة. Yo, sir, are you Lisa? No. Lisa from Blackpink. No. Do you know her? I do, but I'm not. Oh, you are Lisa. No. You're not Lisa. Anyways. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات اتوقع حيصورون يا بعض ويسوون اشياء خرافيه. وبنفس الوقت يا حبايب ياسو بعد تقريبا 10 دقائق نزلت هذا الستوري، كانت هي شخص ياباني من تريكوري. ولكن الغريب من هالموضوع يا حبايب انه هو كان حاط لها قلب، فالناس شويه صارت توقع انه هو حبيبها الجديد او هيك شيء، ما ادري صراحه. شو توقعاتكم هذا الموضوع يا حبايب؟ وشو رايكم بهذول الصينيين مثل اليابانيين؟ فكتبوا يا حبايب بالكومنتات اتوقع حيصورون يا بعض او لا. ننتقل حاليا نور ستار، واخيرا ردها يا حبايب على الفضيحه اللي انتشرت لها واللي هو هذا الفيديو يا حبايب اللي كانت بيه نور ستار قاعده تمشي على هذه السجاده الحمراء، وفجاه يا حبايب تلزم ايد واحد وتمشي وياه. الاغلب كانت توقع انه هو حبيبها او واحد يعني عزها. فردت على الموضوع يا حبايب عن طريق تنزيل هذه الصوره اللي كانت وياه وكانت كاتبه عليها. ثير سالتوني عن الرجل اللي كان معايا، هذا الشخص اسمه وليد وهو اخوي الكبير وصديقي بحترمه وبحبه جدا من قلبي، وكل اللي الشرف انه امشي وياه على السجاده الحمراء. فهذا يعني يا حبايب هم اصدقاء مو اكثر. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا انس شايب وتكير حسابه بالانستغرام يا حبايب للاسف لها 20 مره، للاسف يا حبايب قاعدين يهكرون حسابه الاشخاص المضغوطين من عنده. فتكر حباب حساب الجديد بعد ما تكر حساب جنبي مليونين وحساب البي 500 ألف، حاليا تكر حساب البي تقريبا 170 ألف متابع. ان شاء الله يا رب يرجعوا كل حساباته مثل قبل. وانتم تتوقعون يا حبايب ورا كل اللي قاعد يصير حاليا يا انس شايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو توقعاتكم لهذا الموضوع. روح حاليا لباريس جداد ورد على الاشاعات اللي حاليا طلعت اللي يقولون انه هو حيصير يصور ويا قمر الطائي. فنزل شويه ستوريات بعدين مسحها يا حبايب ما ادري ليش، عشان يقول بيها انه هو مستحيل يتغير وهذه الاشاعات كلها كذب يا حبايب. راح احطكم الستوريات تشوفوها. ترى تعبان هلا فت جديد امبارح ما نمت يا جماعه. بشوف اشاعات تمام، اشاعات كثير عم بقول بايخه، لانه يعني ما عم بقول انه حق عليكم كمان حق علي، لانه ما عم بقدر اتفاعل على السوشيال ميديا من ضغط اللي يعني ضغط علي كثير. انا عندي شغلات بدون سوشيال ميديا كمان يا جماعه، انا كثير انضغطت فما عم بقدر اتفاعل سوشيال ميديا، لا تواخذوني. فعم بطالعوا هيك اشاعات وانا مالي موجود بالقصه، يعني كل بتشوفوا فيديو هذاك باريش ترى مو انا، وبطلعوا هيك اشاعات وانا هلا اليوم عم بشوف هالشيء وكثير انزعجت. يعني يا جماعه انا كثير ما بقدر كثير اتفاعل وان شاء الله رح يصير عن قريب، فلا تفكروا هيك شيء. انا باريش بسوشيال ميديا ما بتغير وما رح اتغير، لا تنسوا هالشيء. واخر شيء يا جماعه مو كثير ما عم اتفاعل على السوشيال ميديا، رح افتح جروب فانزات تمام عن قريب على تيليجرام او على الواتس او على غير شيء، وراح اخبركم فيه، استنوا تمام. نضغط حاليا نور مار ورد عليك يا حبايب بعد ما نزلت هي شويه ستوريات امبارح تهدد بها انه راح تنزل مقطع على اليوتيوب وتفضح نور مار وقمر الطائي وكل الاشياء اللي تخص انه هل هي مهدده
او لا. هذا اللي خلاني مره حابب انزل هذا الستوري عشان واحد متابعين قاعد يسال انه شنو توجه كلمه الشخص لكن بدون ما تذكر له اسمه، فمتاكد يا حبايب هو شنو يقصد. يارا يا حبايب قلت توقع انه احنا راح ابكي عليك او ابكي على الايام اللي حي بعض انه ما فنجر في الاصبع مرفوع اللي هو نوعا ما كلمه شويه 18. وحده كانت سالتني سؤال بس ما بلغيك، قلت لي اذا في شخص الله بدك تقول له شيء فشو بتقول له من هذا ذكر اسماء؟ متوقع مني انا والله كنا لا فنجر في النص مرفوع، ترى فنجر في النص مرفوع. وبيضاف يا حبايب هو نزل شويه ستوريات عندي يقول بيها انه شوي راح يصير صور ويا الفريق. قال انه باكر راح ينزل اول مقطع ويا اعضاء جدد، واللي راح ينزل لكم المقطع الاساسي يوم الثلاثاء راح يكون كلش نار وحماس. تعطيكم الستوريات والله يا جماعه الاغلب بكره راح صوره، وعندي فكره براسي بس اذا في عندكم فكره حابين تشوفوها باول فيديو للعضو الجديد الاعضاء الجداد فاكتبوا لي اياها يلا. وبالختام يا حبايب عن صالح المالح ومرضها في نزلت هذا الستوري كانت بها انه هي مريضه وكاتبه عليها سيك واللي هي يعني مريضه، فالله يشفيها يا رب وان شاء الله ما بها الا الخير والعافيه. ولا تنسون يا حبايب انه تدعوها بالكومنتات والله يشفيها يا رب. وصلنا لها وصلت المقطع، اتمنى تعجبكم، لا تنسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس. جاك فازن مطاكوش متابع علي ترى فجروا مقطع لايكات وبس. مع السلامه.